ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مربشار بطرس الراعي القداس الإلهي في كنيسة السيد الصرح البطريركي في بكركي، عاونه فيه لفيفنا المطارنة والأباء الكهنة بحضور الأخوات الراهبات فاعليات وحشد من المؤمنين. بعد الإنجيل المقدس ألقى البطريرك الراعي عزة بعنوان تعاليا وانظرا، تضمنت شؤونا كنسية ووطنية. إن دعوة يسوع تعالى وانظر موجهة إلى كل واحد وواحدة منا، موجهة بنوع خاص إلى الشباب، لأن عمرهم، يقول القديس البابا يوحنا بولس الثاني، هو عمر البحث عن الذات والمستقبل، هو عمر القرارات البطولية. فالشباب حراس الصباح ومستكشفو المستقبل. نصلي من أجل شبابنا لكي يثقوا بالمسيح وبذواتهم ويصمدوا بوجه مصاعب الحياة. فالكلمة الأخيرة هي للمسيح سيد العالم. هذه الدعوة تعال وانظر موجهة إلى كل مسؤول في الكنيسة والمجتمع والدولة، لكي يكتشف سر المسيح الذي علمنا معنى السلطة، وهي بذل الذات والتفاني في سبيل الخير العام الذي منه خير الجميع وخير كل شخص. من هذا المنطلق نتطلع مع كل اللبنانيين إلى الضرورة الماسة لإجراء الانتخابات النيابية في أيار المقبل، لكي تقدم للوطن نخبا وطنية وأخلاقية جديدة وأحزابا متجددة ورائدة وقوى تغيير إيجابية. ختم البطريرك الراعي عزته بالقول: إنجيل الشهادات يدعونا اليوم لنختبر سر المسيح ونشهد له، ويدعو المسؤولين السياسيين فوق ذلك لمعرفة جمال هوية لبنان ورسالته في بيئته المشرقية.